المخابراتية. يعني هناك شكاوى كثيرة سيد الثني فيما يتعلق بطريقة عمل أو غياب أو عدم تفعيل هذه الأجهزة، يعني برأيك لماذا؟ ما الأسباب؟ فيما يخص الأجهزة المخابراتية، أمن المعلومات، الأمن القومي. أولا الخلل الكبير اللي حدث اللي هو مباحث أمن الدولة اللي هي تم حلها، هذا خطأ كبير وقعت فيه السلطات اللي قبلنا. حل الجهاز هذا بالشكل هذا هو الذي ترك الفراغ، لأن صانع القرار يحتاج إلى معلومة والمعلومة غائبة على الإطلاق، ولا يمكن أن تضع الفرد الشرطي أو العسكري هدف. أما إذا تحصلت على المعلومة، المعلومة كيف توصل نتحصل عليها؟ نتحصل عليها عن طريق المباحث والمخابرات والأجهزة الأمنية المختلفة. هذه الأجهزة همشت الحقيقة يعني، ولم تفعل في البدايات، والآن بصدد إعادة الهيكلة متاعها. يعني الآن تم تشكيل هذه الأجهزة، ولكن الإشكالية هذه الأجهزة تعمل بتراكمية، يعني لا يمكن أن تأتي بشخص لا يفقه في الأمن وتضع لكي يتوصل إلى معلومة. رجل الأمن تراكمات 10-15-20 سنة حتى تصنع رجل أمن جيد. وبالتالي الناس هؤلاء الناس اللي تم الاستغناء عنهم وبعادهم عن المشهد أثر في بناء هذه المؤسسة. يعني لا وجود لأيادي تعبث ربما لعدم تفعيل هذه الأجهزة. هناك بعض الأصوات اللي لا تريد إرجاع الأشخاص الفاعلين في هذه الأجهزة كنوع من تصفية حسابات، هذا موجود واقع. طيب لدينا الكثير من الملفات سيد الثني، ولكن سنقف فاصل قصير، من بعده سنواصل الحديث. مشاهدينا فاصل، من بعده نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني والأخير في لقاء خاص مع ضيفي رئيس الوزراء المكلف السيد عبد الله الثني. أرحب بك مجددا سيد الثني. يعني منذ استلامكم منصب رئيس الوزراء المكلف دخلتم في جدل كبير، هناك انتقادات كثيرة خاصة فيما يتعلق ببيان غات الذي تعنون تحت اسم مكافحة الإرهاب أو الحرب على الإرهاب. ما دوافع البيان بداية؟ والله توافع البيان واضحة عند كل الليبيين، يعني كان في الماضي، يعني الأحداث اللي حدثت في الماضي قبل حادث الاعتداء على الثانوية الفنية كانت أحداث فردية، وكان القتل يتم بشكل فردي، يعني ماهوش القتل من أجل القتل. يعني لما تأتي إلى مجمع طلابي أو مدرسة أو سوق أو ترتكب فيه عملية تفجير، ماذا يعني ذلك؟ أريد تفسير لذلك. هذا استهداف، هذا عملية قتل من أجل القتل، فهذا معنى ذلك إرهاب. لكن سيد الثني تحدث كثيرون عن التوقيت في إصدار هذا البيان. هناك من أشار إلى ضغوطات غربية لأجل الخروج بهذا البيان. نؤكد لك بكل صدق وبكل أمانة، ليست هناك أي ضغوطات على الإطلاق، ولم تمارس علينا أي ضغوطات، ولن نقبل باستخدام الضغوطات حتى وإن كانت مساعدة. طيب، وحتى وإن كانت بشكل مساعدة، يعني ربما كنتم عاجزون، لكن الآن حصلتم على مساعدة وبالتالي أنتم قادرون على مواجهة هذا الإرهاب. أي مساعدة؟ مساعدة غربية لوجستية. لم نحصل على أي مساعدة، وإحنا لم نطلب. طلبنا أن إذا اقتضى الأمر المساعدة تكون عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق خبراء لإدلالنا للتوصل فقط. أما ما أشيع أو ما قيل بدخول أو طلب مساعدة أو دخول قوات أو كذا، هذا الشيء لم يحدث على الإطلاق. ونحن تم تشخيص الحالة اللي حدثت، ما حدث في الثانوية الفنية حادثة تبرهن على عملية إرهاب، قتل أرواح بشرية من أجل القتل، وهذا هو السبب اللي دعانا أن نصدر هذا البيان. ولم نستهل به أي مجموعة من المجموعات أو تيار من التيارات، هذا يعني التوجيه كان عام وما هوش مقصود لأي تيار من التيارات الموجودة. طيب آلية العمل من أجل مكافحة الإرهاب، نعم، يعني هذا السؤال يطرح الآن. نعم، ما هي إمكانياتكم فيما يخص مكافحة الإرهاب، الحرب على الإرهاب؟ الحرب على الإرهاب إذا تم طبعا تشخيص الحالة اللي نحن ذكرناها الآن،
كل من يحتدي على أرواح البشر من أجل القتل هذا يصنف بأن شخص إرهابي بكل تأكيد. الكل متفق سيد الثاني على هذا، لكن الآلية يعني لديكم القدرة أم فقط هو مجرد فرق على أكثر هذا البيان؟ لا ليست لدى، احنا الآن في بصدد تفعيل الوحدات متاعنا وتجهيزها بحيث تدريبها بيكون على مستوى مواجهة هذه الحالة لحماية أرواح الأبرياء بكل تأكيد. طيب وحنستعين بخبراء فيما يخص التحديد وتشخيص العملية، والآن حتى السيارة اللي تم استهدافها تم نقلها إلى طرابلس لمعرفة الوسيلة اللي استخدمت والآلية وطريقة التفجير ومن وراء هذا العمل. طيب في المقابل واجهتكم ضغوطات كما أشيع من بعض أعضاء المؤتمر الوطني لأجل إلغاء هذا البيان، فهل ذلك صحيح؟ لم يحدث على الإطلاق، والحكومة لما تصدر بيان هي جهة تنفيذية وهي مسؤولة عن ما يحدث، وحتى إذا حدث احنا لم نغير رأينا، هم جهة تشريعية لهم يشرعوا ما يشاءون ولا يتدخلون في الحكومة على الإطلاق. طيب فيما يتعلق بالإرهاب، عناصر الإرهاب، أنتم مؤمنون بتواجد تنظيم القاعدة في ليبيا؟ ليست هناك أي معلومات تؤكد وجود تنظيم القاعدة في ليبيا على الإطلاق، هذا نؤكد لك هذا الشيء. ما فيش أي معلومات تؤكد وجود تنظيم القاعدة، والذي عند هذه المعلومات فليأتي بها. لكن يعني هناك تقارير كثيرة سيد الثاني تحدثت، يعني هي غربية صادر عن أجهزة استخبارات، أنت تعرف يعني مدى صدقية هذه التقارير، تحدثت عن وجود يعني تنظيم القاعدة في 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 بلاد المغرب الإسلامي، خاصة هنا في ليبيا. احنا الإشكالية اللي عندنا احنا كعرب كل ما يأتي من الغرب هو صح، وهذا ما هو صحيح. عدة تقارير صدرت من بعض المسؤولين الغربيين ثم اعتذروا عليه، عدة تقارير تصدر منهم ثم يعتذروا عليه، آخرها وجود القوات الفرنسية في الجنوب، صرحوا بأن هناك تصريحات بدخول، ولما تواصلنا معهم على طول السفيرة اعتذروا واعتبروا هذا خبر عالي عن الصحة. طيب ماذا عن تصريحات المسؤولين الغربيين حول أن ليبيا أصبحت وكرة للأفاعي، أصبحت خطرا على دول الجوار؟ أنت بلا شك استمعت واطلعت على هذه التصريحات. فيما يتعلق بأن ليبيا أصبحت وكرا للأفاعي، أيضا بأنها خطر على المنطقة الإقليمية بالكامل. كل جهة تعمل مصالحها، هذه التصريحات ليس الهدف منها هو الوصول إلى ما هو موجود على الواقع، هذه عبارة عن أشياء الغرض منها أشياء سياسية أخرى. يعني أنت تنفي جملة وتفصيلا بأن ليبيا لن تكون يعني وكرا للأفاعي، لن تكون خطرا على جيرانها على الأقل. خطر على جيرانها بكل تأكيد، وعلي الذين تواصل مع كل دول الجوار فيما يخص محاربة ومكافحة الإرهاب، وتعاون وثيق مع دول سواء كانت الجزائر أو تونس أو السودان أو تشاد أو النيجر أو جمهورية مصر العربية، تعاون مطلق في محاربة هذه الأشياء أو دخول أو تسلل أو يعني هذه أمور تشاع، يعني زي ما ذكرت لك السياسة لها عدة اتجاهات. يعني طيب المجموعات الآن الموجودة في ليبيا إلى أي جهة تصنفونها؟ طيب أي مجموعات تقصد؟ هذه التي قيل عنها بأنها تنظيم القاعدة من دول غربية، طيب أنتم كيف تصنفون؟ المواطن الليبي أو الشارع الليبي أو المثقف الليبي من لا يقتنع بما تصرح به الدولة، هذه إشكالية كبيرة، فقد الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة، وبالتالي كل ما يصدر عن الدولة فهو خطأ، وكل ما يصدر من الجهات الأخرى فهو صح. نؤكد لهم بما لا يدع مجال الشك، ليست لدينا أي معلومات استخباراتية تؤكد أن ليبيا قاعدة للإرهاب أو وجود أفاعي داخل ليبيا، وإن كانت موجودة لكنا قلناها بكل صراحة. العيب أن نضع رأسنا في التراب كالنعام ونقول ما فيش مشكلة، وهي المشكلة موجودة. إذا كانت هناك مشكلة حنقولها بكل شجاعة ولن نتردد فيها،
لكن هذه الحقيقة يعني نأكد لك أن لهاللحظة هذه وهالساعة ما عنديش أي معلومات أكيدة تؤكد ما قيل من قبل الصحافة الغربية أو من قبل الجهات الغربية. طيب فيما يتعلق بأزمة الحقول والموانئ النفطية، الحكومة أكثر من مرة أكدت بأنها ليست طرفا مباشرا في هذه المفاوضات، لكن وافقت لاحقا على الاتفاق، صاحب ذلك أيضا أزمة داخل مكتب النائب العام. هل شرحت لنا القضية برمتها سيدتي؟ فيما يخص ما تم التوصل إليه، الحكومة لم تنفي أنها طرف. احنا منذ البداية قلنا لا يمكن أن ندخل في مباحثات مباشرة مع السيد جدران أو من وراء جدران. لا يمكن الحكومة تجلس مع شخص خارج عن القانون، استولى بالقوة على مواني قوة الشعب الليبي، وضع الدولة في حالة حرجة جدا. الجلوس معه والتباحث معه هذا شيء لا يمكن، أو مصافحته أو شيء ثاني. والمهم اللي يجب أن يدرك الجميع وحتى الناس، هؤلاء الناس اللي يحاولوا يخلقوا إشكالية في الاتفاقية اللي الآن تم التوصل إليها، لو فرضنا أن تم إخفاق في هذه الاتفاقية، ما هو البديل؟ السؤال يطرح الآن، ما هو البديل؟ هل البديل أن الشعب الليبي يقاتل بعضه؟ هل البديل أن ندخل في مواجهة عسكرية مع أبناء شعبنا؟ وكانت تحدث سيد الثني، متى تسمي قرار 42؟ طيب قرار 42 اتخذ المؤتمر الوطني، اتخذ المؤتمر الوطني، ونحن وجدنا المبرر، لأن المؤتمر لما اتخذ هذا القرار كانت هناك أمور قانونية وبالتالي استندنا عليها ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن. يعني التزمتم الصمت حيال ربما كانت مواجهة مسلحة، كان ربما سينقسم الوطن إلى اثنين، كان الوطن على المحك سيد الثني. نتيجة لما ذكرت، هذا القرار اتخذ لما كان السيد علي زيدان هو رئيس الحكومة، وكان هناك زي ما ذكرت لك في السابق هناك حملة قوية أو عدم اقتناعهم بالسيد علي لسبب من الأسباب يرونه هم، وبالتالي تمت استخدام فعل ورد الفعل من قبل الحكومة ومن قبل المؤتمر. حينها كنت وزيرا للدفاع؟ طيب نعم كنت وزيرا للدفاع، يعني ولا زلت وزيرا للدفاع. نعم لكن فيما يتعلق بقرار 42 يعني نعم هو يمسكم في منصبكم بالذات وزارة الدفاع. نعم هو اتخذ هذا القرار ونحن قلنا في ذلك الوقت ما قلناه، ولا طيب. أريد أن ندخل فيما ذكرناه، ولم يتم تنفيذه بالكيفية اللي اصدر من قبل المؤتمر الوطني، ولكن الحمد لله رب العالمين، فلما جاءت الفرصة للتباحث والتوصل على الأطراف استخدمنا الوسطاء، وتوصل الوسطاء والخيرين إلى اتفاق، والاتفاق يحفظ كرامة أولا ما فيش أي تنازل من الدولة الليبية. نعم. وبالتالي النقاط اللي توصلنا لها إليه النقاط إيجابية وتم تطبيقها فيما يخص تشكيل اللجنة، وتم تشكيل اللجنة فيما يخص المرتبات حرس المنشآت النفطية للمجموعة اللي هي كانت لدى جدران، تم تصنيفها والآن اتخذ إجراء ممكن تم تصنيفهم أيضا حوالي 3811 فرد مستوفين الشروط متاعهم، 5881 فرد أيضا مستوفين الشروط ولديهم حسابات مصرفية، 1527 فرد لديهم نواقص يعني البيانات ما هيش مستوفاة، 320 فرد. طيب هذا مفهوم سيد الثاني، لكن فيما يتعلق بموقف الحكومة الآن فيما يتعلق بالموانئ التي لم تستلم إلى هذه إلى حد هذه حسب اللحظة. الاتفاق أن يتم تسليم مناعي السدرة وزيتينا كخطوة أولى، ثم بعد ذلك يتم تسليم باقي المواني خلال شهر، متوقع إذا تم تطبيق بنود الاتفاق حيتم تسليم باقي المواني. يعني أن نفهم من ذلك بأن الأزمة حلت نهائيا إذا تم لم يحدث أي خرق أو دخول أطراف، وأكد لك أن هناك أطراف تريد تفشيل فشل هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال. طيب فيما يتعلق بضرورة وجود جيش
ضرورة وجود شرطة، هذا مطلب يعني من أهم مطالب الشارع الليبي سيد الثني. يعني هل أنت مؤيد لإعادة تفعيل الجيش والشرطة أم تكوين جيش وشرطة؟ تكوين جيش وشرطة، إذا قلنا تكوين جيش وشرطة، أين سنذهب بهؤلاء الموجودين على الواقع من أفراد الشرطة وما الجيش؟ الصحيح هو إعادة تفعيل وهيكلة وبناء المؤسسة العسكرية من جديد وضخ دماء جديدة خلالها. هذا هو الحل الأمثل والحل المضمون في هذا الاتجاه فيما يخص الشرطة وفيما يخص أيضا الجيش. على مستوى وزارة الدفاع على سبيل المثال، دورات تأهيل مستمرة، تدريب في الداخل وفي الخارج، بريطانيا على سبيل المثال دفعة الآن حوالي 350 جاهزة بتمشي لبريطانيا، عندنا دفعة حاليا في إيطاليا أيضا حوالي قرابة 350 في إيطاليا، لدينا الدفعة وصلت من تركيا. نعم. هذا تدريب مستمر سواء كان للأفراد أو للضباط أو لكن في زمن رئيس الحكومة السابق علي زيدان كانت هناك إشكالية مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ما وجه الخلاف وما طبيعة الخلاف أساسا؟ هو الحقيقة ليس هناك خلاف شخصي حتى نكون واضحين، يعني على سبيل المثال لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين رئيس الأركان أو بين السيد علي زيدان ورئيس الأركان، ولكن الخلاف هو في فهم كل واحد لدوره. رئيس الأركان يرى نفسه أنه هو المسؤول الأول والأخير على الجيش، ونتيجة للسياسة اللي تم يروا العسكري يرى نفسه أنه لا يخضع لتعليمات المدني نتيجة الثقافة 42 عام اللي مرت عليها ليبيا، بينما وزارة الدفاع هي المسؤولة الأولى على الجيش بالكامل، ورئيس الأركان اللي هو مسؤولة من الناحية اللوجستية تأمين السلاح المدخرات الأسلحة وما في حكمه، ورئيس الأركان مهمته رفع الكفاءة القتالية وتدريب القوات وتكليفها بمهام فصل، بينما رئيس الأركان يرى أن تخصص له أموال وتحول له وهو اللي يقوم بعملية الإشراف، يلغي دور الإدارات الموجودة في وزارة الدفاع. إدارة المشتريات هذه هي المسؤولة على تأمين اللوجستي للجيش. طيب هذا الخلاف ما زال قائما؟ الخلاف لا زال قائما، لأن رئيس الأركان يرى نفسه أنه يتمسك أن إدارة الحسابات تحول ليه وما إلى ذلك. والحقيقة نتيجة لعجز المؤتمر الوطني في فصل هذه الإجراء الصلاحيات بشكل واضح. طيب فيما يتعلق بالأزمة الحاصلة الآن بين وزارة الدفاع ومصرف ليبيا المركزي، ما حكاية هذه الأزمة، تفاصيل هذه الأزمة، آخر التطورات فيها؟ والله ليس الخلاف ما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الدفاع، ليس وزارة الدفاع فقط بل معظم الوزارات وبما فيها وزارة المالية، لكن الأبرز هي وزارة الدفاع. وزارة الدفاع فعلا نحن جلسنا مع السيد، ليس هناك خلاف شخصي مع الدكتور الصديق على سبيل المثال، ولكن للأسف أن الدكتور الصديق يرى نفسه أنه هو المسؤول الأول والأخير على أموال الشعب الليبي، رغم أن كلمة المحافظ تعني الحافظ للمال وليس المتصرف فيه، وبالتالي تدخل مباشر ويمنع عدة إجراءات. على سبيل المثال الأزمة اللي حدثت في الجنوب، أموال تنقل من وزارة الدفاع من حسابنا إلى سبها، لا تصل هذه الأموال بال 25 أو 30 يوم، كذلك في بنغازي، هذا واحدة من الأشياء المعيبة. نعم. أصدرنا تعليمات بنقل أموال إلى الملحقيات العسكرية بالخارج، كل الملحقيات العسكرية بالخارج لتأمين المركوب، لا يجوز الملحق العسكري الليبي يأتي إلى مأدبة عشاء أو غداء من قبل السفارات الدول الأخرى ويأتي بسيارة تاكسي، هذا شيء إذا كانت الدولة الليبية عاجزة عن تؤمن للملحقيات فعليها أن تغلق هذه الملحقيات وتعود بهم إلى البلاد، وإذا وضعت شخص في موقع المسؤولية عليك أن تأمن له الحد الأدنى من الاحتياجات. السيد المحافظ يرى أن تحويل العملة الصعبة إلى الخارج نوع من العبث،
وهو مش من اختصاصها. لكن سيد الثاني هناك تهم يعني ألصقت بوزارة الدفاع بأنها بأن هناك فساد، بأن هناك إذا كان لديه إذا كان بحجة يعني تكوين جيش، لكن لا وجود لذلك بحكم البعض على الأرض. لا مع سيد الفاضل اسمح لي أقول، لا يجوز للسيد المحافظ ولا غيره أن يوجه تهم جزافا لوزارة الدفاع وغيرها. إذا كان لديه الممسكات فليأتي بها، أما كل واحد يجي ويتكلم ويحط روحه هو حامي حمى ليبيا ويسفه الآخرين، هذا شيء من العبث. المسؤول الوزير مسؤول وهو يتحمل مسؤوليته، ولما يتخذ قرار على المحافظ أن ينفذ هذا القرار. إذا هناك مخالفة يتحمل مسؤولية الوزير، والجهة الوحيدة المسؤولة على متابعة هذا الشيء هي ديوان المحاسبة. أما يترك السيد المحافظ يفعل ما يشاء، هذا عبث وهذا لا يجوز أن يحدث على الإطلاق. وعلى المؤتمر الوطني أن يصوب هذا الشيء إذا أردنا أن نبني دولة. طيب آخر التطورات في هذا الملف؟ لحد الآن السيد المحافظ يتصرف بالهواء. هل يعقل معاملات عندما يغادر السيد المحافظ خارج البلاد لا يتم التعامل معها؟ يعني تقف ليبيا لخروج السيد المحافظ؟ هل يعقل؟ عدة معاملات موجودة على مكتب السيد المحافظ وخارج ليبيا. هذا احنا نسعى الى بناء دولة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وهل تنفي ايضا وجود بعض ممارسات متعلقة بالفساد سيد ثني؟ لا الفساد موجود قليلة. الفساد موجود. موجود ولكن الفساد لا يعامل بهذا الشكل بتوجيه التهم الجزاف. اذا كنت لديك ممسك على شخص، هناك النائب العام، قدم النائب العام، اتخذ الاجراءات القانونية. هناك وزارة اسمها وزارة عدل، هناك محاكم، لكن تتهم الناس بدون ما تكون لديك دليل، هذا لا يجوز اطلاقا. هذا نوع من العبث وشيء غير مقبول، وهذا يجب ان يحسم اذا اردنا بناء دولة. كل شخص في موقع مسؤولية عليه ان يحترم حدود مسؤوليته ولا يتدخل في مسؤولية الاخرين، والا كان الاجدر ان يلغى الوزراء والوزير وكل من هو، ويبقى المحافظ هو الحاكم الاوحد لليبيا يتصرف كما يشاء. طيب فيما يتعلق بملف المهجرين الليبيين المتواجدين الآن في الخارج، يعني هذا الملف لازال يراوح مكانه، ماذا فعلتم حيال من هم الآن متواجدون في الخارج يعانون الويلات؟ أولا الحكومة في الاجتماع الماضي تبنت إصدار قرار بتخصيص 50 مليون دينار لعودة الأسر الموجودة في الخارج. هؤلاء أبناء ليبيا ولا يجب أن يتركوا في الوضعية اللي هم فيها الآن، بغض النظر عن رب الأسرة إذا ارتكب أي جرم فهناك عدالة وقانون ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن لا يجب أن نعامل نساءنا وأبناءنا ونتركهم في الخارج يكونوا عرضة للإهانة أو للقيام بأعمال لا تليق بأبناء ليبيا. نعم. والحكومة جادة في هذا الإجراء، وتم تشكيل لجنة من الخدمة الاجتماعية ومن وزارة المالية ومن لجنة خاصة بالنازحين ومن الحكم المحلي لمتابعة هذا الملف وإعداد موقف كامل فيه يعني الاحتواء يعني. نعم. لكن في مسألة الحوار الوطني، نعم، رأيكم في كأنتم كحكومة في الحوار الوطني، ومن يتبنى هذه الخطوة؟ الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، والمرحلة اللي تمر بها ليبيا مرحلة عصيبة جدا، والحل الوحيد والأمثل هو جلوسنا جميعا. ليبيا يجب أن للجميع وبالجميع يعني، لا يجوز أن الاستقصاء والتهميش والاستبعاد والتخوين، هذه مرحلة انقضى عليها الزمن ولا يجب أن تعود. فعلى جميع الأطياف في ليبيا أن يجلسوا، والحكومة ستقدم مبادرة بهذا الشأن تحتوي الجميع، والجلوس والتحاور والوصول إلى خطوط اتفاق ميثاق عمل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. طيب سؤال أخير سيد ثني، فيما يتعلق بما أشيع الآن عن وجود ترتيبات لحملة عسكرية تحت مسمى أزهار الربيع، هل أنتم على علم بها؟ هناك من تحدث من دول الجوار بأنها هذه الدول
لن تشارك في هذه الحملة العسكرية. سمعت بهذه الحملة، ولكن ليس لدينا أي معلومات واضحة بهذا الشأن. حتى هذه الساعة ليس لدينا أي معلومات، ولم يتم التواصل معنا بهذا الخصوص. أود أن قبل أن ننهي هذا الحديث، هناك تهم كثيرة توجه إلى وزارة الدفاع بالذات، وهناك البعض يقول أن الجيش تم صرف له 6 مليار على سبيل المثال. من يقول أن الجيش صرف له 6 مليار فليأتي بهذه الأرقام. هناك في الدولة الليبية وزارة اسمها وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة. 2012 كانت ميزانية الطوارئ، و2013 نحن وجدنا فيما يخص بند التسليح بالذات 850 مليون دينار فقط. هذا ما يخص الباب الثالث، 50 مليون دينار للتدريب و800 مليون دينار للتسليح، وتم صرفها وفقا للعقود الموجودة عندنا. وبفضل الله سبحانه وتعالى طيلة السنوات الماضية لم تدخل ولا طائرة للسلاح الجوي الليبي. بفضل الله في 2013 حوالي 10 طائرات الآن موجودات حديثة دخلت منظومة السلاح الجوي الليبي، وفعلت جميع العقود اللي وجدناها في الماضي واقفة تم تفعيلها. نعم. فقضية أن صرف 6 مليار وما في حكمة، هذا كلام ما ليش أساس من الصحة. واللي عنده الدليل فليأتي به، واللي عنده أي اتهام لشخص فليوجه له مباشرة، ولكن بشرط أن يكون دليل قاطع وليس عبارة عن تهم ما ليهاش أي أساس من الصحة. أشكرك السيد عبد الله الثني رئيس الوزراء المكلف، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكركم مشاهدينا. نلتقي في حلقة أخرى وضيف آخر. إلى اللقاء.